السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. كان بغي نشكر المركز الثقافي اللي عطاني فرصة باش نعرض اللوحات نتاعي. ومهم اهتمينا في هذا المعرض مجموعة من الأشياء، منها قصبات ديال الواحد الزقورة ومجموعة ديال اللوحات الفنية في مختلف المجالات، وبالإضافة إلى معرض الريسيكلاج إعادة تدوير الأشياء. الفكره ديالها ان الحاجه اللي بغينا نلوحوها كنعاود ندير لها اعاده التدوير ونستافدوا منها كما كتشوفوا. وكنقول لكم مرحبا بكم طيله شهر اكتوبر في معرض، راه مفتوح من 8 ديال الصباح للرابعة مساء. وشكرا. مدير المركز الثقافي لزقورة، بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 2018-2019 المركز الثقافي بزقورة ينظم رواق للفنون التشكيلية بشراكة مع الفنان سمير العزاوي. هذا الرواق يأتي في مسار ديال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيحتضنها وكينظمها المركز الثقافي بزقورة كل موسم ثقافي. والهدف من هذه الأنشطة الثقافية الفنية هو تشجيع الطاقات الإبداعية بالمنطقة زقورة وبالإقليم عموماً.